اكو شهداء العراق وشهداء ابناء القوات الامنيه والرياضيين والكل اللي حقيقه دفعوا دماءهم من اجل هذا البلد الفاتح. التوفيق ورحمه الله. لبطولة الشهيد الشهيدين مصعب وسفيان. وهذه صافرة الحكم أعلنت انطلاقة الشوط الأول للمباراة التي تجمع بين فريقي آزادي سنجار والحرية غوغجلي. وهذا دخول والحارس وتسديد عالية. الكرة عالية كانت عن طريق اللاعب زياد أحمد في المهارة الحقيقية، لكن أكو حركة لعب سريعة. وهذا اللاعب واحد وأيضا العمود إرد كرة من أجمل. أحمد عباس يلعب توصل 17 لوعلي جوهر. الرياضة هي التي تجمع وهي التي توظف من أجل خير هذه المدينة وخير البلد. اليوم بعد الخلاص من داعش وبعد هزيمة داعش بدأنا نعيد الحياة إلى هذه المدينة، وخاصة الأنشطة الرياضية اللي تعتبر روح الحياة في المدينة. لذلك إن شاء الله سنكون ساعين إلى إعادة الرياضة بشكلها الجميل كما كانت عليه سابقا في مدينة الموصل. الأنشطة الرياضية، المسابقات، كافة الأمور إن شاء الله تعود لهذه المدينة. هي لفرحة كبيرة حقيقة بعد ظلم داعش على هذه المدينة. اليوم الانطلاقة الكبرى، وأنا أعتبر أن المجال الرياضي هو مجال يجمع كل أبناء شعبنا العراقي وأبناء نينوى على الذات. اليوم نحن في ساعات متأخرة نحضر جماهير نينوى في أداء مباراة ودية بين الفرق الشعبية في مدينة الموصل. حقيقة هذه رسالة لكل العالم ولكل أبناء نينوى. نحن والحمد لله عادت الحياة في هذه المدينة بعزة أهلها وأبنائها، وبإذن الله تعالى سنتواصل مع كل شرائح المجتمع الرياضة. واليوم أطلب من خلال قناة الموصلية فناني مدينة الموصل أن يحيوا حفلاتهم في كل مناطق مدينة الموصل، مناطق السياحية وغيرها، لجمع عوائل أبناء نينوى لحضور الفرحة الكبيرة، فرحة النصر والاستقرار لهذه المدينة التي لطالما نزفت دما من أجل العيش والحياة والسلام. واليوم اجتمعنا إن شاء الله على هذه المسألة، ونبارك القيادات الأمنية الحاضرة معنا دائما، ونبارك لقناتكم الكريمة المتواصلة في كافة شرائح المجتمع. والشكر انه البطوله نجحت، وهي كانت نظام دوري واحد. هي البطوله باسم الشهيدين سفيان ومصعب. كم فريق كان؟ 16 فريق مشارك بالبطوله، والحمد لله والشكر انه تنظيم البطوله كانت جدا رائع وشهادة الجميع، والحمد لله. وكان انه الذكرى تظل انه للشهيدين المرحومين سفيان ومصعب. بدايه نشكر حضور كادر قناه الموصليه اللي دائما سباقة بنقل كل نشاطاتنا، وصلت فكرة للعالم أنه مدينة الموصل رجعت وبقوة من خلال رياضتها. أثبتنا لكل أنه الفرق الشعبية جزء أساسي برياضة مدينة الموصل. إذا الأندية والمؤسسات والاتحادات وقفت، إحنا الفرق الشعبية ما وقفت هاي السنين كلها، وكانت يعني بذرة زرعناها بالسابق وحصلنا هسه ثمارها أنه مدينة الموصل رجعت وبقوة. وشفتوا المسؤولين حضروا دائما يحضرون كل نشاطات الفرق الشعبية، دليل على أن الفرق الشعبية عنصر أساسي بعودة الرياضة وعودة الحياة المدينة الموصل. الفضل يعود للجيش العراقي واللي ساهم بالتحرير الموصل وساهموا بهذا الامن. وما كان عندنا يعني هذا الامن نهائيا ما كان يكون ولا هالجمهور هاي الحلوه يعني. واهم شيء هو الجمهور، الجمهور ما حد كان يقبل يجي. واهم شيء هذه الفوز الشعب العراقي للحكومه العراقيه والشهداء العراق كلهم، ابطال من الجيش العراقي الكل. الحمد لله اللعب فوز وخساره، واما لعبنا الفريق اللي لعبنا والحمد لله.
فوز وخسارة نفس الشيء الحمد لله. المهم ليش اختاروا كأس العالم البطولة؟ والله الحمد لله أديت بالدوري كله. كم هدف سجلت؟ والله في الدربعة 5 أهداف الحمد لله.